سلام الغزالات، كديري لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا في احسن الاحوال. انتم كتشاهدوا هذا الفيديو اليوم ان شاء الله. جبت هذا الفيديو خصيصا للناس اللي ما عندهمش الوقت، الموظفين ولا اللي خدامين ولا اللي ما كيبغيوش ياكلوا وليداتهم الخطيره. اليوم جبت لكم هذا العشاء ساهل كما كتشوفوا في المكونات اللي عندنا ساهلين. عندنا واحد فليفله مقطعه طريفات صغار، عندنا الكشر اللي حكيته، خزوه محكوكه وقريعه واحده محكوكه، كما كتشوفوا البصله واحده مشلضه، وبطاطا واحده كبيره اللي نقيتها وغسلت طبيعه الحال الخضره من قبل وحكيت هذيك البطاطا ديالنا. بالنسبه للبنات لهاد الكاشير لا ما بغيتوش ديرو، تقدروا ديري الطون، الكفته، صدر الدجاج، وداك الشيء كيبقى البنات على حسب الذوق ديالكم وداك الشيء المتوفر. كما كتشوفوا بالنسبه للتوابل، عندي الملحه، عندي الكركم، وعندي الفلفل الاسود، كاس ديال الحليب، وكاس ديال الزيت، جوج بيضات بحراره المطبخ، وواحد الخماره من فئه 8 غرام. كما كتشوفوا هذا العشاء البنات كيجي بحال شكل كراتان، بحال شكل كيك، يعني شي حاجه اللي كيجي واعره البنات. وهكا الناس اللي ما عندهمش الوقت مساكن الله يحسن العون، هكا الموظفين الله يعاونهم، الناس اللي يسهل عليهم هكا ما عندهمش الوقت كيدخلوا للدار مزروبين. بالنسبه للبنات انا درت شويه الزيت في المقله ودرت فيها المكونات كامل، الخضيره ديالي سمحوا لي سحب ليا فاش كنت كنحط الخضره، الكاميرا شاعله وهي راه ما شاعلاش ما رديش البال. المهم الخضره كامله البنات كنديروها في هذه المقله، كنديروا عليها التوابل، الملحه، الابزار، الكركم، كنحركوها هكا مزيان عاد تطيح لينا هذه الخضره وما تبقاش قاصحه. صافي من بعد صافي كنزيدوا عليها هذا الكاشير. بالنسبه تقدروا الاضافات اللي تزيدون، تقدروا تزيدوا الربيع، الثومه، تقدروا تزيدوا داك الزيتون مدور هكا. الاضافات فهي البنات كتبقى اختياريه. بالنسبه انايا درت داكشي اللي عندي متوفر في الدار، وهكا ما كلفتش على راسي ولا عشيوه ولا غديوه، سهله. وحتى الوليدات هكا اللي ما كيبغوش ياخذوا الخضره، البنات هذه هي الفرصه، راه كتجي واعره وما كيحسوش بالمذاق ديال الخضره نهائيا في هاد العشاء ديالنا. كما كتشوفوا دابا خديت واحد الاناء البنات كبير، درت فيه هاد الخليط ديالي، غادي طبيعه الحال كما كتشوفوا الخليط راه غادي نضيف عليه المكونات اللي باقين، غنضيف عليه الحليب والزيت والبيض والخماره. ونسيت البنات كما كتشوفوا كاس ديال الدقيق اللي سبق لي وغربلته من قبل، حتى هو غادي نضيفه هنايا. بالنسبه للزيت انا درت مخلطه ما بين زيت الزيتون وزيت المائده، الا كان توفر طبيعه الحال زيت الزيتون غديروه، ما توفرش تستغناو عليه وديروا غير زيت المائده. بالنسبه لهاد الخماره البنات وغادي نضيف هاد جوج بيضات كما كتشوفوا بحراره المطبخ. وبالنسبه للتوابل البنات اللي بغى يزيد شي اضافه هكا يزيدها، فهي كتبقى اختياريه. وكاس ديال الدقيق كما كتشوفوا الدقيق راني من قبل غربلته، ودابا غادي نضيف البنات جوج بيضات. بالنسبه للبيض راكم شفتوا عندي من الحجم الكبير، وهاد المقادير اللي قلت لكم راه كيجي داك المول الكبير ديال الكيك، يعني حجم عائلي وماشي ضروري ديروه في داك المول اللي غندير انا فيه مدور، تقدروا ديروه طويل على حسب المول اللي متوفر عندكم. صافي البنات كما كتشوفوا انا كنخلط الكيك ديالي مزيان حتى كيتجانسوا ليا العناصر كامله مع بعضياتها بحال الشكل ديال الكيك البنات، ولكن المذاق كيجي مغاير البنات، كيجي واعر، شي حاجه واعره البنات. هاد العشاء ولا غداء اللي بغا يديرو تقدروا ديروه البنات حتى في الكوتي، راه كيجي مزيون. كما كتشوفوا دابا راني خديت واحد المول ديالي ودهنته بالزيت باش هكا ما يلتصقش معايا، وتقدروا ديروا حتى الورقه ديال اوراق الطبخ حتى هو راه كيساعد البنات. صافي في هذا الاثناء غادي نكون بالخليط ديالي هنا، ومن قبل راني مشعله البنات الفران قبل ما ديروا هذا الخليط يدخل يطيب في الفرن، يعني تسخنوا الفرن عاد تدخلوا الخليط باش كيطيب. صافي نفس الطريقه ديال طياب الكيكه البنات، غتشعلوا عليه من التحت، ملي غيطيب من التحت غادي تطفيو التحت وتشعلوا عليه الفوق. صافي غير ياخد الشكل النهائي ديالو ديال الطياب وديك اللون الذهبي كتخرجوه. صافي البنات هذا هو الشكل النهائي ديال العشاء ديالنا ولا البلا ديالنا. كنتمنى يكون نال الاعجاب ديالكم، ما تنساوش لعجبكم لا فيديو ديروا لايك تبارطاجيو مع الاصدقاء، ونطلقوا ان شاء الله فيديو جاي. السلام عليكم.